في دروس التاريخ المغربي اللي قرينا في المدرسة. فوق ما كيهضروا على الدول اللي حكمت المغرب من بعد الفتح الإسلامي، كيبداو بالأدارسة والمرابطين وهم طالعين، لكن قليل فين كيجبدوا الدويلات المغربية الأولى اللي استقلت على الخلافة الأموية في الشرق، بحال دولة برغواطة اللي سبقت الأدارسة بنصف قرن واللي حكمت منطقة تمسنا الأزيد من 300 عام. قصة تأسيس مملكة برغواطة كتبدا خلال حكم الأمويين، وبالضبط في حياة الخليفة هشام بن عبد الملك اللي الولاد ديالو في المغرب بداو كيديروا الميز العنصري وكيظلموا الشعب وكيتداو عليهم. داكشي خلى شيوخ القبائل الأمازيغية يتجمعوا ويقرروا يصيفطوا وفد للخليفة الأموي يشكوا فيه من الولاد ديالو، فيه شي 20 واحد كان رأسهم ميسر المضغري زعيم قبيلة مضغرة، ومعاه في هاد الوفد كان واحد اليهودي دخل في الإسلام سميتو طريف بن شمعون غادي يولي عشيرو بزاف. الطريف أصله من واحد القرية قريبة من قادس في الأندلس وحرق المغرب وعاش في منطقة تمسنا. المهم مشى الوفد حتى وصل لدمشق عاصمة الخلافة، وبقوا تماك شحال باش يتلقاو الخليفة هشام، لكن ما تسوقش ليهم وما استقبلهمش في مرة، فجاء يوم يتسنى وقرروا يرجعوا في حالهم. وتماك قرر ما يصروا اللي معاه باش يوحدوا القبائل الأمازيغية ويديروا الثورة على الحكام العرب. ما يصر غادي يوحد جيش كبير مكون من قبائل مختلفة، وغادي يدير صاحبه طريف قائد على عسكر قبائل برغواطة اللي جاية من تمسنا، ويستغل فرصة خروج الجيش العربي الرئيسي من المغرب في اتجاه صقلية باش يبدأ الحرب سنة 739 ميلادية. فهذاك العام اللي حكم فيه ما يصار غادي يعلن راسه خليفة المسلمين، وغادي يقدر يغلب جميع الجيوش العربية اللي بقات، وما غاديش يحن في العمال والولاد ديال الأمويين اللي فاش غادي يسيقوا ليه الخبار غادي يرجعوا الجيش ديالهم من صقلية في اتجاه المغرب ويصيفطوا ليه جيش آخر من القيروان بقيادة خالد بن حبيب. الجيش الأساسي اللي جاي من صقلية غادي يتعطل، لكن جيش القيروان اللي عامر بزعماء العرب غادي يوصل هو الأول ويتلقى مع جيش الأمازيغ بالقرب من طنجة. في المواجهة الأولى غادي يتقاتلوا الجيوش بجوج واحد شوية، لكن ما يصير غادي أمر الجيش ديالو باش يتراجع بشكل مفاجئ. هاد القرار ما عجبش القادة ديال قبيلة زناتها، واعتبروا ما يصير أخوه في ضعيف حيت تراجع، زد عليه أنه أعلن راسه خليفة وهو ما كينتميش للقبيلة ديالهم. داكشي علاش ناضو قتلوه وداروا بلاصتو واحد منهم اللي هو خالد بن حميد الزناتي. هاد خالد غادي يستخدم طريقة ذكية باش يغلب جيش الأمويين، غادي يدير الخيل موراهم الخابيات في وسطهم الحجر ويتلقاهم هما الأولين على جيش العرب. بعدك الصوت اللي كيخرج من الخابيات الأحصنة ديال العرب غادي تخلع وتهرب ويتشتت الجيش ديالهم، الشيء اللي خلى مهمة خالد الزناتي سهلة في القضاء على جيش الأمويين، وغادي يدير فيهم مجزرة كبيرة ويقتل منهم بزاف. داكشي علاش تسمت هاد المعركة بغزوة الأشراف، حيت ماتوا فيها بزاف ديال الأشراف العرب. من بعد هاد الانتصار طريف غادي يطلع ليه الدم على مقتل صاحبه ميسرة ويقرر الانسحاب من الثورة ويرجع لتمسنا هو وولده صالح، بينما خالد زناتي اللي ولا قائد الثوار غادي يكمل الهجوم ديالو على تلمسان ومناطق الجزائر وتونس، وغادي يغلب الأمويين في جوج معارك كبار، لكن غادي يختفي فجأة ويجيب بلاصتو قادة آخرين غادي يحاولوا يحتلوا القيروان عاصمة الأمويين في شمال إفريقيا، لكن غادي يفشلوا والثورة ديالهم غادي تسالي ويتفرقوا. أما القصة ديالنا غادي تكمل مع طريف اللي فاش رجع لتمسنا واحد القبائل 29 اللي تماك تحت اسم برغواطة غادي يكون دولة جديدة هو الملك ديالها، لكن محكمش بزاف ودغيا مات. ومن بعد جا ولدو صالح بن طريف اللي غادي يشد الحكم في 744 ميلادية، لكن هاد صالح ما كانش سهل، كان بغي يكون كسر من مالك، داكشي علاش غادي ينصب على سكان برغواطة ويقول لهم انه نبي. ومع فاش كان صغير مشى للعراق وتعلم التنجيم، غادي يبقى يتنبأ لهم بخصوف القمر اللي تعلم يحسبه ويجيبها لاصقة، وزاد قال لهم ان الاسم ديالو صالح مذكور في القرآن في سورة التحريم في الآية اللي كتقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. ودار القرآن بالأمازيغية فيه 80 سورة، وبرروا بالآية القرآنية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لهم أنه هو المهدي المنتظر اللي غادي يخرج في آخر الزمن باش يتقاتل مع المسيح الدجال، وبذلك غادي يكون أسس دين جديد خاص بمملكة برغواطة.
هذا الدين غادي يبدا ينتشر بين القبائل الامازيغيه ديال المنطقه. ومن الاركان ديالو كانت الصلاه، بحيث كيصليو 5 صلوات في الصباح و5 بالليل بالامازيغيه، وكيبداوها بابسم ياكوش اللي كتعني بسم الله، وكيعاودوا فيها جمله مقر ياكوش اللي كتعني الله اكبر 25 مره، وكيصوموا شهر شعبان بلاصه رمضان، وكيصليو صلاه الجمعه نهار الخميس. اما في الزواج، فالرجل يقدر يتزوج قد ما بغى، لكن محرم عليه بنات عمه ومنع عليهم الزواج مع المسلمين والطوائف الاخرى. وكانت عندهم الزكاه كياخذوا فيها العشر، وفي العقوبات كيقتلوا الشفار وكيرجموا الزاني. اما في الماكله، فصالح حرم على الاتباع ديالو لحم الراس ديال الحيوانات وحتى ديال الحوت، وحرم البيض ولحم الديك اللي كيعتبروه مقدس. ومازال دابا شي قبائل ديال زمور فيها تقاليد بحال هكا ديال منع اكل البيض ولحم الراس. كيبان ان صالح تيق راسو وصحاب ليه انه نبي، داكشي فاش وصل لسن 47 سنه غادي يتخلى على الملك لولدو الياس، وغادي يوصيه بالحفاظ على الدين ديالهم، وما يحاولش ينشرو حتى تولي الدوله ديالو قويه، باش يدير علاقات مزيانه مع الخلفاء الامويين ديال الاندلس. واخيرا قال ليه انه غادي يعاود يرجع في حياه سابع ملك برغواطي. من بعد صالح هز ساكو في كتافه وجد الطريق في اتجاه الشرق، ومع عمر عاود بان ليه اخبار الياس غادي يتبع النصائح ديال باه، وغادي يخلي الدين ديالهم سري ويدير علاقه مع الامويين، وغادي يحكم مده طويله. وكيعاودوا عليه انه كان ملك عادل والله يعمرها دار. فاش مات الياس غادي يشد بلاصه ولدو يونس، لكن هاد يونس البرغواطي كان بحال جدو صالح، كان حتى هو قال لهم انه نبي، بلاص ما يخبع الدين ديالو بدا كيدعي القبائل المجاوره، وكيقتل اي واحد ما دخلش في الدين، لدرجه انه واحد النهار قتل 7700 واحد في خطره واحده من قبيله صنهاجه، حيت رفضوا يدخلوا في الدين الجديد. يونس حكم 44 عام، وفي العهد ديالو فاش هرب ادريس الاول من يد العباسيين وجا المغرب بالضبط في وليلي، وبيعوه بزاف ديال القبائل الأمازيغية على الإمامة. فاش إدريس الأول ولا عنده جيش قوي، غادي يبدا الحرب ديالو على دولة برغواطة، وغادي يوقعوا بيناتهم معارك كبيرة. لكن فاش مات الملك يونس اللي ما كانش عنده ولاد، شد الحكم واحد من العائلة كيجي سميتو أبو غافير، وفي العهد ديالو الأدارسة بقيادة إدريس الثاني غادي يقدروا يحتلوا برغواطة ويرجعوها ديالهم، لكن ماشي لمدة طويلة، حيت فاش مات إدريس الثاني خلفو ولدو محمد ثالث الحكام الأدارسة اللي قسم المغرب على 8 ديال خوتو، وواحد منهم عيسى اللي هو حاكم تمسنا جديد غادي يدير الثورة على خوه. فهاد الأثناء أبو غفير غادي يستغل الحرب الأهلية ديال الأدارسة باش يجري عليهم من أرض برغواطة، ورجع الحكم ديالهم كيف ما كان في الأول، وحتى الدين ديالهم غادي يعاود ينتشر من جديد. من بعد وفاة الملك أبو غفير غادي يشد ولدو أبو الأنصار الحكم، وغادي ترجع دولة برغواطة قوية مرة أخرى. وفي هذه الفترة بدا الصراع بين جوج دولات كبار بغاو يسيطروا على المغرب، وهما دولة الفاطميين والدولة الأموية في الأندلس. برغواطة غادي تتحالف مع دولة الأمويين، مع كان جدهم صالح وصاهم باش يديروا مزيان معاهم، وغادي تعاونهم في الحرب ديالهم ضد الفاطميين. لكن هاد التحالف غادي يسالي نهار شد الحكم في الاندلس الحاجب المنصور بن ابي عامر، اللي رجع الخليفه الاموي غير منصب صوري. هاد ابي عامر ما غاديش يحمل البرغواطيين حيت كفار، ويبدا يهجم عليهم. في نفس الوقت هجمات عليهم حتى جيوش الفاطميين وشي قبائل صغار كانوا حداهم بحال بني فرن، حتى هما زعموا عليهم. لكن برغواطه غادي تبقى تقاوم هاد التحالفات ضدها، لمبنيين اساسا على انها دوله كافره، حتى وصل عهد اخر الملوك ديالها المسمى ابو منصور عيسى، وتماك غادي يبانوا المرابطين اللي بداو الانتشار ديالهم في المغرب، وكان عندهم هدف اصلاحي ديني في نشر المذهب المالكي. داكشي علاش كانت برغواطة اكبر الاعداء ديالهم، وحاولوا يقضوا عليها شحال من مره في شحال من معركه. وفي وحده من هذوك المعارك غادي تصاب زعيم المرابطين عبد الله بن ياسين اصابات خطيره، لكن قبل ما يموت غادي يجمع شيوخ المرابطين ويوصي الخليفة ديالو باش يكمل المهمة ويقضي على البرغواطيين، وخا تكون هذيك آخر حاجة يديرها في حياته. بالفعل الأمير الجديد أبو بكر بن عمر ما
ما غاديش يخيب الظن وغادي يتقاتل مع البرقواطيين حتى يغلبهم وقت الملك ديالهم. وبذلك المرابطين غادي يديروا حد لدولة برغواطة اللي حكمت 8 سنة والمناطق المجاورة وأثرت على تاريخ المغرب لمدة 314 سنة. فوسط جامع القرويين كان جاز بين الطلبة وهما كيهضروا على وضعية المغرب المزرية والروينة اللي نيضا فيها مورا مقتل آخر الملوك السعديين، وكل واحد فيهم كيعود على المصائب اللي حلت بالمنطقة ديالو. الطنجاوي كيعود على استعمار الإنجليز، والريفي على تجبر الإسبان، والوجدي كيعود على محاولات الأتراك السيطرة على مدينته،